إن بعد ما انتهت عملية الهي انستالينج سيرفر سكسسفولي نبدأ في عملية الهي الكونفيجريشن لإله. الآن بداية راح يحتاج مني بأنه أدخل اليوزر نيم والباسورد، لازم أعمل تشينج لإلهم. اليوزر نيم والباسورد لازم تكون كومبلكس، لأن تمت عملية change the password successfully. الآن في هذا الفيديو راح نتعرف على مجموعة من الـ basic configuration للـ Windows Server اللي راح أنزل عليه الـ Project Server 2010. الآن بعد انتهاء عملية الـ installation successfully some configuration راح نقوم فيها. طبعا أهم شيء بأن نجي نعمل configuring للنتورك، نعطي IP address لهذا السيرفر. بداية نشيل الـ IP version 6، ما في إله داعي. نحط IP address عندي للـ IP version 4، طبعا انا لحد هاي اللحظه ما تحدثتش عن البروجكت سيرفر، احنا بس عم نعمل اللي هي تهيئه للسيرفر تاعي اللي راح يكون انزل عليه اللي هو البروجكت سيرفر 2010. لازم اتاكد بانه الانفايرمنت عندي هيلثي اند ستيبل، لانه بعد شوي راح تصير كل البروجكت الموجوده عندي تعمل خلينا نحكي بتكون موجوده على هذا السيرفر. نغير النيم سيرفر تاعي، سميه اي بي ام مثلا. اي بي ام يعني اختصار لل Enterprise Project Management. راح يطلب مني اني اعمل ريستارت، طبعا اكيد اعمل تشينج للنيم. طبعا لازم اعمل اللي هي جهازي الاي بي ام، لازم اعمل له جوينينج على الدومين عندي. الآن بعد ما انتهيت من عملية اللي هي some configuration، طبعا إذا بنحتاج ل configuration زيادة على السيرفر بنعملها بعدين، بس في نقطة مهمة جدا لازم نعملها اللي هي configure internet explorer enhanced security. قبل ما نبلش عملية ال installation لل SharePoint project server يفضل بأن نعملها off. اوكي، هيك تقريبا نجهز السيرفر تاعي على اساس اني ابلش فيه عملية اللي هي الانستليشن. ان شاء الله راح نتعرف في الفيديو القادم على عملية الانستليشن للشير بوينت باذن الله. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.